أقيمت فعالية دوري رمضان تحت شعار اليقظة للمصالح الخارجية في نسخته الأولى لكرة القدم المصغرة بالمركب الرياضي بفاس بتتويج فريق التجاري وفا بانك على حساب اتصالات المغرب. حضر أطوار المباراة النهائية لدوري المنظم من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب والرياضة تحت إشراف ولاية فاس كل من السيد المدير الجهوي عبد القادر أزوين وبعض الفاعلين الرياضيين، بالإضافة إلى مشاركة أكاديمية سيس بمباراة استعراضية لفئة الفتيات التي أمتعت الحضور بمستواها الرائع، حيث شاركت جمعية سيس لكرة القدم بفريقين نسويين في مباراة رفع الستار. بعد ذلك انطلقت مباراة نهاية الدوري حيث جمعت فريقي اتصالات المغرب وبنك التجاري وفابانك أفرزت عن فوز هذا الأخير بنسخة هذه السنة بنتيجة 4-2. قدم فريق اتصالات المغرب مباراة رائعة اتسمت بالروح الرياضية والقتالية على رقعة الميدان ليحتل وصيف البطل في هذا الدوري. للإشارة هناك فرق لعبت وقدمت مستوى باهر، لكن لم يحالفها حظ المستديرة مثل فريق رابطة الصحفيين الرياضيين وكذلك فريق البنك الشعبي الذي أقصي على يد غريمه التقليدي هو تجاري وفا بنك. بالتالي أسدل الستار على هذه النسخة بتوزيع الجوائز التقديرية على مختلف المشاركين في هذا الدوري الذي مر في أجواء تنظيمية رائعة. اولا شكرا لفصل الاخبار يعني المتابعه والتغطيه ديال هذا الدوري الرمضاني لفائده المصائح الخارجيه، واللي كيتنظموا المديريه الجهويه لوزاره الثقافه والشباب والرياضه قطاع الشباب والرياضه بتعاون وتحت اشراف الولايه جهاز كاس الناس، وكذلك بتعاون مع مجموعه من الفعاليات الرياضيه منهم جمعيه السايس اللي تكون جزيلا مشكوره في هذا الحفل. كذلك كانت مشاركة ديال واحد 24 فريق من المصالح الخارجية واللي ترصدت لها كل الإمكانيات من طرف المديرية الجهوية للشباب والرياضة، والأطر اللي شرفات كلها من أطر الشباب والرياضة مشكورين على إنجاح هذه التظاهرة، فكان صدى طيب لفائدة أولئك الموظفين القطاعات الخاص والقطاع العام واللي خلق واحد الفرجة واحد تلاقي واحد تواصل بين كل أطر وكل فعاليات ديال الموظفين. فهذه كتبقى النسخة الأولى، وإن شاء الله غيكون نسخ أخرى في بعض الرياضات الأخرى اللي غادي إن شاء الله غادي تحتضنهم مثل ما حتضنوا هذا المركب الرياضي اللي هو كتعتبر معلمة في الجهة. ومرة أخرى كنشكركم على هذه التغطية. هذه التغطية التجاري وفاكم وزارة الفريق هو الذي عرف الفوز الفريق التجاري وفاكم كبير. صرح المدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة فاس مكناس عبد القادر أزوين أن المديرية الجهوية تحت إشراف ولاية فاس كرست كل الإمكانيات والفرص من أجل إنجاح أطوار هذه التظاهرة الرياضية، واعتبر أن هذا الدوري دوري اليقظة في نسخته الأولى فرصة للتلاقي ومد جسور التواصل بين موظفي القطاع العام والخاص. كما أعرب السيد المدير الجهوي عن شكره لكل الفعاليات الرياضية المشاركة. كنت مع روبورتاج من إعداد وتقديم بوتين عطاء الله.